يكتب بعض معلم الدراسات الإسلامية يكتب بعض معلم الدراسات الإسلامية عبارة مادة القرآن الكريم، والسؤال: هل هذه العبارة وصف للقرآن بأنه مادة والمادة مخلوقة، فيترتب على ذلك القول بأن القرآن مخلوق؟ لا يا أخي، أنت فاهم الغلط. يقول مادة القرآن يعني درس القرآن، لأن الدروس تسمى مواد وحصص، هذا قصده. مادة القرآن يعني حصة القرآن أو درس القرآن، فلا محذورة في هذه الكلمة. نعم.